سلامت قوم تهمنا عليكم هذا أمنا اقعدوا بيتكم والناس حفظوها صغار كبار لا تطلع تخلوها سلامتكم بدينا ما نخوفك لكن احذار من وباء البين نازل ندر صعبة وناس حقها والبعض ما عد ياكل بس حياتك أهم عدنا والله ما رد يوم سايل للجيش والشرطة الشكور يساعدهم الله بهالأمور والصحة بيهم نفتخور تقول واحدهم مقاتل سلام بالوقاية الوقاية بدراية ترى شدة تعدي الصح عينها صغار كبار لا تطلع تخلوها سلامتكم تهمنا للمبدع الشاعر علي سعيد الطائي.